عن التأهل إلى الدور ربع النهائي. ممتاز. وتوتنهام يقود محاولة الترشيحات الحقيقة والتوقعات بمشاهدة الهدف الأول، التسديدة وردة الفعل من العملاق الإيطالي بوفون. كبيرة الهوامير المعروفة هي التي تتوج باللقب بمحاولة يوفنتوس، ولكن الكرة مرت بهذا الشكل من اللاعب العائد. هاري كين حاضرا، لعبة الكرة عالية داخل المنطقة أمام هاري كين من مدينة تورينو. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، التحول غاية الخطورة، المرور والتقدم من هاري كين، يفقد الكرة المغربي. وعندنا اللاعب من أصول التونسية سامي خضيرة بكرة خطيرة لعبت ولكنها صدت ومرت قبل ذلك ووصلت إلى ضربة مرمى لمصلحة يوفنتوس. الآن هاري كين اللي يتقدم، يمر، يحط الكرة ولكنها تضيع المحاولة الأخطر لمصلحة هاري كين. هنا التعادل هدفين مقابل هدفين. السهرة عند الهدف الأول تحولت حلوة اللقطة حلوة وتكر والرأسية، ولكن يرفضها بوفون. والحصار الذي يتواصل على مرمى يوفنتوس تحولت إلى الهدف الأول. وصلت الكرة إلى داير، يسدد، يتمكن منها حارس المرمى بوفون. 71 إذن 3 أهداف في تلك المباراة في الشوط الأول. تلك المباراة مغايرة لأنها مباراة دوري الأبطال، صعبا على بعض الفرق. وصلت الكرة في الجهة اليسرى، انلعبت ولكن صدت وتحولت إلى ضربة ركنية في عملاق آخر، والتقدم إلى الأمام والرأسي للتحول إلى ضربة مرمى لمصلحة يوفنتوس. عودة اللاعب فيرتونغن 6 سنوات ملعب واملي اللي هو توتنهام. الرأسية صفر من قبل حكم المباراة السيد مارتشينيك البولندي، وكان ريال مدريد هو صاحب المركز الثاني. ولاحظ الكرات السابقة يوم حدثت العلق قال والسقوط على أرضية الملعب. هل كان تسجيل الهدف الأول في هذه اللقطة الخطيرة؟ الكرة والتسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هاري كين واحد من اللاعبين يعني في المونديال الروسي مع المنتخب الألماني. شاهد المباراة أيضا بكرة خطيرة جدا، التسديدة ولكن تمر بسلام، والتسديدة ومرة أخرى يا الله تحولت بهذا الشكل. جول 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 للكوري الجنوبي، كان له ما أراد. والأعمال اللي قام فيه الكوري الجنوبي سون يونغ مين يتوجها الآن بتسجيل للهدف الأول لغاية الآن أيضا مين تقريبا التأهل. يعني الآن الضربة الحرة المباشرة انلعبت دفاعيا، وبالرغم من ذلك تلقى 3 أهداف بالكرة. أيضا صاحب المبادرات الأكثر حتى مع بداية الشوط الثاني، الانطلاقة كي يدافع، يهاجم لكي يدافع، يكون المرمى بعيد عن الخطر. لا زال مرمى فريق توتنهام. هوغو طليان السيد العجوز لابد من تسجيل الأهداف. محاولة والحاضر في الجبهة اليسرى الآن، والمتقدم أمامك، والتسديدة من سون يونغ مي على الكوري الجنوبي سون. من الشوط الثاني ضربة ركنية انلعبت وتحولت، وصلت مرت في المباراة النهائية بالكرة الخطيرة، التسديدة بعد ذلك لكن تضيع فيها الفرصة حقيقة. حدثت من مدافعي فريق توتنهام وصول أول بين الكرة الرأسية، التحول في الجول. جول هجوين للمرة الثالثة يسجل في مرمى توتنهام. في تورينو سجل، في لندن يسجل، وفي ملعب ويمبلي الآن يسجل هدف التعادل. الكرات المتشوف شوف، ولاحظ التقدم، ولاحظ الانفراد، ولاحظ الجول. جول أرجنتيني آخر يظهر. غابوا الاثنين في الشوط الأول، ظهروا الاثنين في الشوط الثاني. هيغوين أولا، ديبالا ثانيا، هدفين متتاليين لفريق يوفنتوس، وبالتالي الانفراد. لاحظ 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 لاحظ